أستاذ عبد العالي الهواري سليماني لأول مرة شارع تماري استحسن وتجاوب بشكل إيجابي مع جدول أعمال دورة أكتوبر، وقال بأنه يشكل فعلا ثورة في الديمقراطية المحلية، أولا حضور العرائد من جمعية المجتمع المدني، وثانيا الاهتمام وترشيد الملك العمومي والحرص على احترامه. ثلاث نقاط وردت في هذا جدول الأعمال تتعلق بدفتر التحملات والشروط الخاصة ببيع الأملاك الجماعية الخاصة، وكذلك نقطة الموافقة على بيع بعض الأملاك الجماعية الخاصة المتواجدة بحي المغرب العربي، ثم تعديل دفتر التحملات الخاص والشروط المتعلقة بالأكشاك العمومية. في عجالة لو تحدثنا عن الخلفيات التي حدث بكم كمستشارين في التسيير إلى إدراج هذه النقاط. فعلا هذا الموضوع ديال التعامل عموما مع الملك العموم، الملك ديال الجماعة سواء ملك عام ولا ملك خاص، هو حديث ذو شجون، وهو عمل بدأناه منذ حوالي 6 أو 8 أشهر، وهو عمل مضني قامت به المصلحة والنائب المفوض له في القطاع وبتشاوري وتنسيق مع المكتب، واحد العمل كبير جدا. انتم كتعرفوا بان جماعة تمارا عندها ديون، وجماعة تمارا عندها أملاك، ولكن هذه الأملاك لم يحسن التصرف فيها، لذلك احنا التجأنا الى عملية إعادة التعامل مع هذه الأملاك، سواء كانت أملاك خاصة او أملاك عامة. على سبيل المثال، وهذه اللي فيها دفاتر التحملات، وطبعا هذه دفاتر التحملات هي إجراءات قانونية كتنظم العملية ديال البيع او الكراء او الشراء او الى غير ذلك. النقطة الاولى هو يتعلق الامر بملك الخاص. ملك جماعة تمارا لها مجموعة من الاملاك اللي كاينه في المسيرة جوج، واللي اما يستغلها ادارات او جمعيات او يستغلها ناس هكذا، يعني بدون سند ما كاينش، يعني ما كترجع حتى شي قيمة مالية للجماعة. لا يعقل ان هذا ملك وكذا، وتوارى يعني عبر التاريخ. هذا من 98 هذه الاملاك هذه جاتنا من مجلس العماله ديال تمارا، جا مع الكاس مباشره، فقلنا هذا الشيء هذا لابد ان نستفيد منه، فلذلك درنا واحد دفتر تحملات من اجل البيع ديالو او الكراء لهذا المكان هذا، فباش على ضوءه يعني الرئيس يمكن له يتصرف. وهذا النقطه الاولى. النقطه الثانيه متعلقه بالاكشاك. الاكشاك حتى هما تعطاو حوالي 98 97، الناس مستفيدين في ظروف معينه الله يعاونهم، لكن لا يعقل ان الكشك هو داخل في ملك عام، والناس اللي استفدوا منه فوتوه، كراوه بمبالغ خياليه، كاين اللي سدوا، كاين اللي كراه عن الى غير ذلك. والملك حنا كان الملك العام حنا كنعرفوا لا يفوت ولا يباع ولا يشترى، وهي حاله غير صحيه موجوده. فهنا خاصه الجراه السياسيه والجراه التدبيريه، ونتحملوا مسؤوليتنا حنا. هذا ملك عام كيضيع، يستفادوا منه الناس، كيستافدوا به الناس بشروط يعني في ظروف معينه، حتى كما كنسموا لافتيكيطاسيون، ولا علاش تعطى تم التحويل والتغيير ديال هذا الاستعمال ديالو. فاحنا وجدنا دفتر التحملات، راسلنا السلطه المحليه والسلطه الاقليميه، وبالمناسبه نشكرها الشكر الجزيل لانها تجاوبت معنا بواحد الشكل كبير جدا. راسلناها فصيفطت لنا هاد الناس اللي اكساك، شكون هما الناس اللي كيستغلوهم دابا، وغتوجدوا في اللائحه كون ان الناس اللي خدوهم ماشي هما هذوك اللي كيستغلوهم. درنا الاجراءات القانونيه، سولنا درنا الاجراءات القانونيه فيما يخص هذه العمليه هذه كلها، وحطينا المساله للساده المستشارين اثناء المكتب لكي يعني يتخذ القرار. اتخذ القرار هنا كيجي جوج ديال الحوايج، اولا مراجعه الثمن. لا يعقل ان الثمن مثلا في شارع رئيسي ديال واحد الكوسك فيه رواج كبير جدا هو نفسه الثمن اللي كاين في واحد الشارع مهمش، وهذا الثمن لا يعقل ان تخلص انت 100 درهم في 3 شهور للجماعه من 1998 انت كتخلصها، وكاين الناس اللي كيخلصوا وكاين الناس ما كيخلصوش. هذا الجانب الثاني. فيه شرط ديال الاستعمال. الجماعه ملي كتخرج لك انك تستعمل مثلا
واحد الحرفه او عفوا يعني شي مهنه تما ديرها، يعني تبيع الجورنال ولا الكيوسك ولا كذا، لا تحولها نشاط، ما تحولهاش نشاط اخر لانه لا يعقل، وهذه اجراءات قانونيه يجب ان يحترمها الجميع. في الملك العام، في الملك العام، في الملك الخاص اللي بغينا نبيعوه سرقنا كذلك الاجراءات القانونيه، فدرنا اللجنه المحليه للتقييم واللي الشروط ديالها معروفه من الناحيه القانونيه، ودرت لنا ثمن الانطلاق ديال البيع وحداته، وصيفطنا ننتظر من السلطه ان توافق على هذا المحضر ديال التقييم. فانطلاقا من هذا المحضر ديال التقييم هو اللي غينطلق فيه المباراه من اجل البيع او الشراء ديال هذا الملك العام. ففعلا كما قلتم هو ثوره وطريقه اخرى للتعامل. جماعه تماره عندها واحد المجموعه ديال الاملاك اللي كانت تصاغ او تدبر بطرق غير قانونيه، الان نحن يعني ندبر وضعا غير صحي، غير صحي بالمره، وخاصه اذا علمنا ان ميزانيه الجماعه ميزانيه يعني تسييريه، ما يمكنلكش انت تدبر ولا دير مشاريع ولا دير برنامج ديال العمل ديال الجماعه بدون ان تلتجئ الى هذه الامور، يعني تدبر الملك ديالك شنو غدير به.